تأكد كثير الأدوية تاع الأمراض المزمنة هي اللي تحط الأولى في اللي باجاج. الوصفة الزيادة اللي تكون في لابوشيت نتاعو مشي في الباجاج في لابوشيت وين كاين الوراقي. وزيد حاجة ثانية، اون سي جامي يروحوا له تروح له الحقيبة ولا يروحوا له الأدوية، تكون عنده اون بلاكيت دون لابوشيت اللي هازها دون لو ساك تاعو، اون بلاكيت دو شاك ميديكامون. C'est très très important. الناس اللي ما عندهمش امراض مزمنه يقدروا ياخذوا شويه دواء نتاع الحمى، اون سي جامي تضربهم السمش، ياخذوا الادويه تاع الغثيان تاع لي فوميسمون، الادويه تاع لا جاري ممكن يكثروا من الفواكه ولا الماكله ما تولمهمش، ياخذوا هذه الادويه. C'est très très important d'avoir un petit paquet de médicaments تاع الأمراض الخفيفة هذه اللي تقدر تجيهم. أقل حاجة 3 إطرات في النهار، وما شاء الله راهو عندهم ما زمزم بارد ولذيذ. يكون معاهم دائما الماء بارد معاهم كي يتحركوا كي يروحوا للجامع ايتو. كي يروحوا للجامع لازم يكونوا متغطين بمظله ويتجنبوا الخروج في وسط النهار، يروحوا بكري ويريحوا في الجامع ويصلوا ويديروا مناسك تاعهم وكلش. تجنبوا الخروج في وسط النهار سخطوا الناس الكبار.